السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بصحة وخير. معاكم ايمان سعيد، والنهاردة هنعمل القلقاس وهنعرف بننقيه ازاي وبنطبخه ازاي وازاي ما ياخدش معاكي وقت خالص، وايه هو السر اللي هيخليه ما ياخدش معاكي وقت. لكن قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي الله ونشوف مع بعض هنعمل ايه. سر القلقاس في تسويته هو الشراء بتاعه او تنقيته. انقيه ازاي؟ القلقاس بيبقى ليه نوعين، في نوع بيبقى اسمه نوتي ونوع ذكرة، يعني هو بيتقال كده، تمام؟ طب افرقهم ازاي من بعض؟ وانهي اللي بيستوي اسرع واسهل، وانهي اللي بيبقى مسكر؟ النوتي هي اللي بتبقى مسكرة وبتستوي بسرعة وما بتاخدش معاكي من 10 دقايق لربع ساعة على النار، وبتكون كده خلاص استوت معاكي. لكن الذكرة بتاخد من حوالي ساعة لساعتين في السوى، يعني بتاخد وقت كبير جدا. انا النوع اللي معايا ده نوتشي، ازاي انقيه؟ شايفين الحبوب اللي فيه دي، المحببة دي، او الحتت اللي طالعة منه دي، شايفين كده اهي، بتبقى طالعة كده. دي النوتشي، النوتشي دي اللي بتستوي بسرعة، اللي بتبقى مسكرة وحلوة. لكن زي ما قلت الذكورة هتلاقيه املس كده، مفيش فيه اي يعني تكتلات من دي او اي حبوب من دي، يعني هو محبب معانا كده. تمام. ده النوتشي اللي هو بيستوي بسرعه، ده سر تسويته الوحيد. تمام، عشان ما فيش واحده تيجي تقول لك مثلا ايه انا بعمل ليه خلطه بخليه يستوي في دقيقتين. لا، هو سر السوى كله نوعه، النوع يعتمد على ايه. تمام، انا هنا معايا حوالي 1.5 كيلو من القلقاس، هنعملهم مع بعض. زي ما قلت دول نوتشي، تعالوا بقى نشوف هنقطعهم ونقشرهم ازاي من غير ما نبهدل الدنيا، ونشوف كمان هو يا ترى بيتغسل ولا لا. تمام، انا من الناس اللي بتحب غسيله، يعني انا بغسله، مع ان في ناس كتيره تقول لك لا انت لو غسلتيه الفايده بتاعته تروح. لا، انا ما بحبش الماده اللي بتنزل منه، في ناس ما بتحبوش بسبب الماده دي. طيب بنغسله ازاي او بنغسله بايه؟ انا بحب اغسله بالميه السخنه، مش سخنه قوي، لا الميه اللي هي الفتره دي شويه، والملح. الملح بيخليه زي القشطه معايا. اول حاجه هعملها ايه؟ هشيل الراس اللي هي بتبقى فيه دي، هو طبعا بيكون قاسي وناشف شويه معاكي، لكن حاولي تقطعيه حلقات وبعدين تقشريه. تمام، دي شايفين هشيل منها اللي هي الحاجات اللي هي مش محبوبة دي خالص، يطلع معايا نضيف كده بالشكل الجميل ده. هشيل بقى الراس، ولو في هنا حاجة هشيلها كده. شايفين شكله طلع نضيفة ازاي؟ ما اتبهدلتش معايا. تمام، هعمل كله بالشكل ده، هقطع كده طرنشات اهي بالراحة كده. هي القلقاسية هنا فيها شرخ، يعني وارد تنقي القلقاس بالشكل ده. معلش دي كده وقعت على حته مش نظيفه، شايفين كده سهله قوي في تقشيره، ولا هتعوري نفسك ولا هتبهدلي الدنيا ولا حاجه خالص هتتبهدل معاكي. دايما بقى يبقى في فوطه جنبك كده تنضفي ايدك فيها، علشان لما تيجي تلمسي الحته النظيفه ما تتوسخش معاكي وتحسي انه مليان كله طين كده وقش وحاجات مش محبوبه. تمام، شايفين اتقشرت سهل معايا ازاي؟ برضو هكمل بقى القلقاس بتاعي بنفس الطريقة كده، خلاص قشرته. الترنشات دي بقى اللي احنا عملناها دي هتسهل في تقطيعه، شايفين يتقطع معاكي بعد كده مكعبات سهل ومتساوية كمان، هي بس السكينة عندي مش حامية. تمام كده، هقطعه بقى بالشكل ده واكمله ونرجع نشوفه. ده شكله بقى بعد التقطيع، هاخده بقى دلوقتي اغسله في ميه دافيه وشويه ملح، ادعكه كده بالملح كويس جدا لحد ما يتغسل معايا والماده اللي فيه اللي هي بتبقى بتلزق شويه دي تروح منه. هغسله ونرجع نشوف هنطبخه ازاي. معايا هنا بقى دي الشوربه اللي انا هعمل فيها القلقاس، سواء شوربه فراخ، شوربه بط، شوربه لحمه، اللي بتحبيه واللي بتفضليه. هي طبعا بتكون متبهره وفيها الملح وكل حاجه اثناء ما كنت بتسلقي اللحمه او الفراخ. انا معايا هنا دي شوربه فراخ. هنا بقى ده القلقاس بعد ما غسلته، شايفين شكله ما بقاش فيه اي حاجه
صفيته كويس من الميه. في ناس زي ما قلت ما بتحبش تسلقه، بس انا ما بتحبش اسفه تغسله، بس انا بحب اغسله. هنزل بيه كده في الشوربه وهسيبه بقى يتسلق معانا في الشوربه، هياخد من حوالي من 10 دقائق لربع ساعه ان شاء الله. في الوقت ده هنحضر الطشه او الخضره بتاعته اللي هو السلق والكزبره. هنحضر هنا معايا ده سلق، السلق ده انا بقطفه باخد الورقه بس وبتخلص من العود، ما بحتاجش العود في حاجه. ومعايا هنا كمان دي كزبره خضراء، الكزبره كمان بقطفها زي ما احنا شايفين كده زي الملوخيه يعني، تمام. الورق بس اللي باخده برده بتخلص من العيدان ما باخدهاش. بعد ما قطفتها انا غسلتها كويس جدا وصفيتها على قد ما اقدر من اي ميه فيها، تمام. هبدا بقى دلوقتي اجيب الكبه وهطحن فيها الخضار اللي معانا ده. ده شكله بقى بعد ما انطحن معايا. الطريقة دي اسهل من ان انت تشوحيها ورق وبعدين تطحنيها، دي اسهل بكتير جدا. هرفعها بقى على النار واديها كام تشويحة كده من غير اي مادة دهنية الاول، اخرج فيها اي مية او اي سوائل عشان ما تبهدلش معايا البوتاجاز وتلاقيها ترتشت معاكي كده وبهدلت الدنيا. هنا رفعت السلق والكزبرة من غير اي مادة دهنية زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ اشوح فيها لحد ما احس ان اي مية فيها اتبخرت ونشفت، تمام. سامعين بدأت الصوت بتاعها يظهر معانا، لازم نشوح فيها باستمرار علشان ما تلاقيهاش اغمقت وتحروقت وبقى شكلها مش ظريف معاك. فهنشوحها باستمرار. كده بصوا هي المية نشفت منه تقريبا، اول ما احس انه بدأ يلزق معايا كده في الطاسة تعرف ان هو كده خلاص بدأ يتخلص او اتخلص من اكبر كمية فيه من المية. هنزل بقى بمعلقتين كبار من السمنة، بسم الله. لو الشوربة سمينة ما تحاوليش تنزلي بسمنة كتير، اكتفي بالسمين اللي في الشوربة وحطي معلقة واحدة كفاية. هدي بقى كده تشويحة، ما تقلقيش كل اللي لازق ده هيطلع معانا. معايا هنا كمان ده معلقة كبيرة من الثوم المفروم، هديها برضو تشويحة مع السلق والكزبرة لحد ما تاخد هي كمان لون ذهبي. افضل بقى في الوقت ده النار تكون هادية علشان ما تتحمصش منك وتتحروق ويبقى فيها ريحة كده زي ريحة الشياط، يعني خديها تشويحة كده على نار هادية. شايفين بدأ خلاص يلون معايا الثوم، ياخد معايا لون كده ذهبي شوية. وبصوا اللي كان بدأ اللي كان لازق بصوا بدأ يتشال خالص من الطاسة. هدي بقى دلوقتي رشة من الكزبرة الناشفة حوالي نص معلقة، هدي كمان رشة ملح يعني رشة صغيرة علشان خاطر ما تحدقش منك. شوفوه كده خلاص بقى جاهز معايا، والثوم بقى لونه ذهبي وحلو. حابة تديله فرمة كمان في الكبة بتديله وهو سخن كده بيتطحن اكتر واكتر كمان، مش حابة بتنزلي بيه كده على القلقاس. انا هديله كمان ضربة في الكبة بصراحة علشان حابة التوم كمان يكون كريمي معايا زي السلق والكزبرة، فهديله كمان ضربة كده في الكبة. نشوف بقى القلقاس بعد حوالي ربع ساعة. هبدأ بقى دلوقتي اضيف عليه اللي انا السلق والخضرة اللي انا كنت عاملاهم، بسم الله. نضيفهم كده بقى، انا ضربتهم كمان ضربة كده في الكبة ينعموا اكتر واكتر كمان معايا، تمام. اديله تقليبة، شايفين اللون والجمال حلو جدا، مقولكوش الريحة بقى واو. هسيبه بقى ياخد غلوة كده مع بعضه وهطفي عليه ويبقى كده جاهز معانا للتقديم. انا حبيت برضو اقرب الكاميرا كده منه ونشوفه، بسم الله. شايفين شكله؟ لازم تسيبيه كده ياخد غلوة معاكي بعد ما بتضيفي الخضرة بتاعته دي او الطشة، لازم تسيبيه ياخد معاكي غلوة علشان خاطر
القلقاس نفسه يشرب من الخلطة اللي احنا حطيناها، ما تبقيش بتشربي الشوربة بتاعته ليها طعم والقلقاسة تحسيها ان هي مش واخدة من طعم الخضرة او من طعم الشوربة نفسها، فلازم تسيبيه كده ايه حوالي مثلا دقيقة يغلي مع بعضه وياخد من طعم بعض. انا هعمل ايه جنبه او هقدم ايه جنبه؟ هقدم جنبه رز ابيض وفراخ وسلطة وشوية ترشي، وتبقى الوجبة بتاعتنا كاملة، وشوية برضو لسان عصفور لو حابة، ويبقى كده جاهز معاكي. هنشوفه برضو في الاخر كده في الطبق في التقديم ونشوف شكله ايه. ده بقى شكل طبق القلقاس النهائي، شايفين شكله حلو قد ايه، ريحته مقلكوش تفتح النفس، شايفين قد ايه هو مستوي، يعني باين حتى على القلقاسة نفسها انها مستوية وحلوة ودايبة. ده بقى كان فيديو النهاردة معاكم، يا رب يكون عجبكم. كان معاكم ايمان سعيد، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. متنسوش لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.